يضيق الجسد بصاحبه ليصبح عدوا لنفسه. يتحد الماضي والحاضر والمستقبل مشكلين قوة جبارة. نوع من القلق غير المبرر يعيق من يصيبه من ممارسة حياته الطبيعية. الفوبيا. هل سبق لك أن شعرت بالخوف لمجرد سماعك رنين الهاتف؟ إنه سؤال غريب، وقد يبدو هذا نوعاً من المبالغة. هناك أنواع كثيرة وغريبة لمرض الفوبيا أو الرهاب. لنتعرف معاً على بعض أغرب تلك الأنواع حسب ما اعتمدته الجمعية الأمريكية للطب النفسي. يسبب الخوف من الظلام عند الكثيرين الشعور بالهلع والارتباك، فإذا تواجد المريض في مكان مظلم تحدث له بعض التغيرات الدماغية التي تزيد من شعوره بالقلق والتوتر، وعند عجزه عن رؤية ما يحيطه بسبب الظلام يتخيل التهديدات التي قد تصيبه، حيث أنه للخوف من الظلام صلة قوية بالخوف من التعرض للإيذاء، مما يدفع المريض للهروب من الظلام بأي طريقة ممكنة. الحياة مجموعة من القرارات والاختيارات التي تقع على عاتق الشخص، ولكن تظهر المشكلة حينما يتجنب الشخص أي موقف أو فرصة تدعوه لاتخاذ قرار لمجرد الخوف من العواقب. فحين يضع الشخص في موقف اتخاذ قرار يصيبه الاضطراب والخوف والعجز. قد يكون ذلك بسبب عوامل جينية كعوامل القلق والتوتر عند الآباء، وقد يكون السبب هو ترك الآخرين اتخاذ القرارات بالنيابة عنه، ويمكن أن يكون السبب هو مرور المريض ببعض الخبرات السيئة في الماضي، مما يؤدي إلى تأجيل أي موقف يحتاج إلى اتخاذ القرار. لماذا شعرت؟ هل انتابتك القشعريرة والانزعاج؟ صراع داخلي يدور حول الرد وعدم الرد. إن من أسباب الإصابة بهذا النوع من الفوبيا هو تعرض المريض لمواقف محرجة في السابق أو بسبب خوفه من سوء التفاهم، فيحمي المصاب نفسه بتأجيل الرد على المكالمات، وبمجرد توقف الهاتف عن الرنين يختفي هذا الشعور بالخوف تماماً. وفي عام 1993 قدر حوالي 2.5 مليون شخص في بريطانيا العظمى بكونهم مصابي فوبيا المكالمات الهاتفية. ألعاب الأطفال جزء ثمين من الطفولة، ولكن في بعض الأحيان وبمجرد رؤية الطفل للدمى يتخيل أنها وحوش حقيقية ستؤذيه، ويحدث ذلك نتيجة لاستخدامها في أفلام الرعب والإثارة. فبمجرد رؤيتها يبدأ الطفل في الصراخ والبكاء، ويبتعد الطفل عن محلات الألعاب ولا يشارك في النشاطات المدرسية المتضمنة للدمى والعرائس. يشعر الكثيرون بالخوف والضيق الشديد لدى تواجدهم في أماكن مزدحمة أو مغلقة، فتظهر عليهم أعراض الفوبيا من تسارع لنبض القلب وضيق في التنفس والتعرق والهلع بشدة. تشير إحدى الدراسات إلى أن حوالي من 2-5% من سكان العالم يعانون من فوبيا الأماكن الضيقة. كانت هذه بعض النماذج من عشرات الأنواع من الفوبيا التي قد يتعرض لها الإنسان. حتى ولو لم تصب بالفوبيا من قبل، فإن فهمها سيساعدك على كشفها والتعامل معها إذا أصبت بها في يوم من الأيام أنت أو غيرك ممن تحب. فإذا حدث ذلك، فإن الطبيب النفسي المختص يقدم المساعدة اللازمة للتغلب على تلك المخاوف وإدارتها بصورة صحيحة عن طريق العلاج السلوكي أو حتى العقاقير الدوائية.